عكا مديني سورها فستان وشط البحر معقود زنارة وتاج النخل ع صدرها نشان هل عاج الأيام بخبارة وسطوحة لمت حلا وتيجان وأجراس بترتل صلاة بحضرة الأذان وقباب بترحب بزوارة حيطانها عرفت تاريخها منيح شو مخبي أسرار بحجارة وأشجار عليانة وعهب بتريح بتلكوز الحيطان بالأغصان بركة بوح بسرارة بركة بوح بسرارة. إذن ما شاهدناه يا توني ويا مشاهدينا هو مقطع من مسرحية يا خوف عكا من هديرك يا بحر، وهي مونودراما فلسطينية بطلها الفنان وليد سعد الدين ومن إخراج محمد الشولي، وهي مستوحاة من قصيدة للشاعر الفلسطيني زياد كعوش. أهلا بك وليد سعد الدين معنا في فقرة أحداث ونشاطات. لماذا هذا الاسم بالذات يا خوف عكا من هديرك يا بحر؟ يسعد صباحكم. أهلا بك. هو يا خوف عكا من هديرك يا بحر هو عبارة عن مثل شعبي، نعم، بينقال على لسان كل الناس، معروف يعني. المقصود أنه سور عكا كان عامل سد أمام المي تاعت البحر ما تفوت على المدينة. فبيقولوا مثل. ليش عكا كمان؟ يعني هذا شيء كمان بخصني أنا كفنان، أنا من عكا، فعكا هي يعني أرض أهلي وأجدادي وأمي. ومقاومة طبعا، يعني رغم الاحتلال الإسرائيلي بعد ريحة فلسطين، وهي أصلا فلسطين بس ريحتها وريحة الناس اللي عالوا فيها، لأنه منشير طبعا إلى أنه عكا هي من الأراضي التي تسمى أراضي 48 وبعد فيها حاليا 30% من الفلسطينيين. صحيح طبعاً. يعني بس نقول عن عكا أو عم نحكي بهاي المسرحية عم نسرد تاريخ عكا أو عكا عبر التاريخ. طبعا عكا وكفلسطين احنا بنحكي عن مدينة عكا لكن المقصود كل مدن فلسطين. نعم. هلأ لما بنحكي عن عكا، عكا عايشة فينا، يعني عكا اللي بيبعدنا عنها فقط موضوع جغرافيا، موضوع عكا هي يوميا احنا بنعيشها. نعم. احنا بنقول عكا مش بنقول لعكا، وهي بطلة والأساس في هذه المسرحية. أخبرنا عن التجربة، تجربة المونودراما، كيف وجدتها وما هي انطباعاتك عنها، يعني خاصة بأنه هذا العمل التمثيلي الأول لك في هذا المجال. صحيح، العمل المونودراما اللي هو المسرح المونو، ممثل واحد مقصود فيه المونو، يعني واحد على مسرح الليل ما تأخر طيب الدراما. المسرح المونودراما نعم تجربة خطرة هي، وخصوصا عم نشتغل بقصيدة، يعني هاي لأول مرة بنعمل قصيدة من مسرح قصيدة. القصيدة زي ما هي معروفة هي عبارة عن هيكل عضبي ما فيه ولا شقفة لحم، فإجا المخرج الأستاذ محمد الشولي وصار يعبي هذا الهيكل العضمي قلب وكلوة وروح، دبت الروح بهذا الشيء تحول إلى نص. طبعا هاي بدها يعني معروف المسرح المونودراما الممثل واحد بده يكون واحد عنده كفاءة حتى يقدر يجسد أكثر من شخصية. نعم. فهي التجربة بالحقيقة هي خطرة، فكان في خوف أنه هل الناس تتقبل هذا النوع من المسرح أو لا تتقبل. فالعرضنا كان قبل يومين بمركز معروف سعد، شيء مهم يعني تجاوب الناس مع هاي المادة مع هاي المسرحية، وهذا طبعا الحلو بالمسرح، مش هيك بيقولوا أبو الفنون، النتيجة دغري بتسمعيها، الصفير الزئيف يغنوا معك بعض الأهازيج اللي منقولها بالعمل في تواصل مباشر. طبعا كنا كتير مبسوطين لأنه لاقت استحسان. نعم. نعم، أنت معروف بأدوار الشر بالإجمال يعني في نعم، مسلسلاتك وأفلامك ومسرحياتك السابقة. نعم، الجوزي، بدرب الياسمين، بالغالبون، بزمن الأوغاد، ببوح السنابل آخر مسلسل، بعين الجوزي،
ببلاد العز، كل أدوار شر. أنا بنبسط بهي الأدوار لأنه بالحقيقة يعني عم تفرجي قديش عدونا المغتصب لأرضنا قديش هو بشع قديش هو قذر. ولكن هو... لنرى لو سمحت أستاذ وليد الشخصيات الموجودة حاليا اليوم في مسرحية يا خوف عكا من هديرك يا بحر التي تقمستها أنت في هذا التقرير. الليل ما تأخر فينصب خيمته على الأرض عرضه طول، والبنت ما رجع. شو عملوا الأهل؟ نزلوا ينادوا بهالفلاوي طبلوا، والموش بإيده يغسل اعتاقها قدامها. سأل الزمن حيران عكا اللي جابت هالبحر، ولا البحر من سفرته وجابها. منك أنا مش خايف، رح اضل بوشك واقفي. من يومها سجل مثل بدور عن سام البشر يا خوف عكا. يعني شخصيات متنوعة كنت بطلها. خلينا نذكر المشاهدين بأوقات ومكان عرض هذه المسرحية وإن كانت ستجوب بلدانا عربية. إن شاء الله الآن في تواصل معنا من خلال اتحاد الفنانين الفلسطينيين بلبنان على أساس نشارك فيها بكذا مهرجان عربي. نعم. كمشاركة فلسطينية. العرض هلأ القادم بإذن الله ببرج البراجنة اللي داعي له رابطة عكا. العرض إن شاء الله اللي بعده رح يكون بمسرح المدينة، عم نشتغل على أساس يكون العرض الآخر بمسرح المدينة في بيروت. نعم. هون نذكر طبعا إلى أنه أنتو وحضرتك نائب رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان، كل سنة مسرحية. صحيح. يعطيكم العافية. سؤالنا الأخير بكلمة واحدة، هذا المفتاح في رقبتك هو مفتاح ماذا؟ إلى ما يرمز؟ هذا هو بالحقيقة بالفعل هذا مفتاح باب بيتنا. هذا أمي محتفظة فيه من وقت ما لجأنا حتى الآن. عزيز كتير عليها، يعني أنا لدرجة بس خلص عرض المسرحية فأول شيء بتسألني قبل ما تقول يعطيك العافية أعطيني المفتاح. هاي يوميا بتمسحه، هذا شيء رمزي لباب بيتنا. هذا بيعني نحن متمسكين بحق العودة، وإن شاء الله رب العالمين رح نرجع. آمين. ما في رافضين التوطين، رافضين التجنيس، رافضين الهجرة. شكرا جزيلا. وسنرجع يوما إلى حينا. الفنان الفلسطيني وليد سعد الدين، شكرا لك، أمتعتنا ونورتنا بحضورك.